والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذه الحلقة 15 من القصص النبوية، واللي كنجلبوا منها واحد النصائح أبوية، نصائح أبوية من القصص النبوية. هذه الحلقة 15 غادي نستحضروا فيها نبيين كريمين، سيدنا سليمان وسيدنا داود عليهم السلام، وغادي نستحضروا معهم هذه القصة النبوية اللي كتتعلق بواحد المهنة ديال سيدنا داود، وهي القضاء. سيدنا داود عليه السلام كما تعلمون كان نبيا من أنبياء الله، كان نبيا وكان ملكا وكان قارئا وكان قاضيا وكان حدادا. شوفوا شحال من مهنة عند هذا الرجل. أولا نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله، لأن الله تعالى أنزل عليه كتابا من كتبه وهو الزبور، قال تعالى وآتينا داود زبورا، فهو نبي رسول. ثم قارئ، ومشي قارئ عادي تقرأ القرآن دياله اللي هو الزبور، فتقف الطيور في جو السماء، الطيور تقف مشدوهة لتنصت وتستمع إلى سيدنا داود وإلى قراءة سيدنا داود. الجبال تسبح معه، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. هذه الحرفة الرابعة، أنه كان حدادا يصنع الدروع من الحديد، والحديد كان في يديه كالعجينة في يد أحدكم. سبحان الله، هذه معجزة ديال داود عليه السلام. الحديد عنده بحال العجينة، وتصوب منه الأشكال اللي بغى بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن داود عليه السلام قلنا كان نبيا رسولا قارئا حدادا، والمهنة الخامسة اللي غنتكلموا عليها الآن اللي على ودها حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، هي مهنة القضاء. وربي عز وجل ملي بغى يختبر سيدنا داود باش يولي قاضي، أرسل ليه واحد جوج ديال الملائكة باش يوريه واحد المجموعة من المبادئ في القضاء. قال تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. نقزوا عليه في المحراب دياله، المحراب دياله هو واحد المكان كيتعبد فيه لله تعالى، دير له الصور. ماشي المحراب هو هذا اللي عندنا في المساجد الآن، ولكن المحراب في الآية هو مكان العبادة. إذ تسوروا، أي قفزوا من فوق الصور، ففزع منهم، غير شافهم تخلع، لأن ذاك النهار كان يوم ديال الراحة دياله، ويوم ديال الخلوة دياله، وديال العبادة الانفرادية دياله، وجاءوا عنده هاد جوج الناس دخلوا عليه بدون بواب وبدون حارس وبدون أي شيء وبدون استئذان، ففزع منهم، قالوا لا تخف، ما تخافش، لا تخف، خصماني بغى بعضنا على بعض، أنا وهذا صاحبي خصمان تخاصمنا وجينا باش تحكم بيناتنا. فتكلم أحدهما، تكلم الأولاني، قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. هذا صاحبي عنده 99 نعجة وأنا عندي نعيجة واحدة وطمع لي فيها وبزز علي باش نعطيها لي باش نسلفها لي، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي يعني عزم علي وكرر علي الكلام. فبماذا أجاب سيدنا داود عليه السلام؟ لم يسمع إلى الآخر، ما سمعش لمول 99 نعجة، سمع فقط لصاحب النعجة الواحدة، فأجاب مباشرة وحكم مباشرة. فماذا قال؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. قال له ديره ظلمك، يعني حكم بأن مول النعجة واحدة مظلوم، ومول 99 هو الظالم مباشرة دون أن يسمع للطرف الآخر.
هنالك تحدث الملكان وقالا نحن لسنا رجلين بشرين وإنما نحن ملكان كريمان، أرسلنا الله تعالى لنختبرك في القضاء، فكان عليك أن تسمع للطرفين، وهذا من القسط ومن الحكم بالعدل. على اي حال هذه الآيات التفسير ديالها فيه معاني كثيرة، ولكن لا نطيل به المقام هنا، لأن الغرض ديالنا هو هذه القصة اللي حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم. واحد جوج ديال النساء وقعت لهم واحد الواقعة واختصموا، وتخاصموا غيمشيو عند داوود. شنو وقع لهاد جوج ديال النساء؟ هادو كانوا تيسحوا الغنم بجوجهم، داو واحد القطعة ديال الغنم أو جوج قطعات ديال الغنم، كل واحدة بالقطع ديالها، ومن اللي وصلوا للخلا، خلا فين غادي يرعاو الغنم، وصلوا لهذاك الفضاء لقاو واحد الضليلة، واحد الشجرة دايرة واحد شوية ديال الظل، وحطوا فيها الوليدات ديالهم بجوج، معنى أن هاد جوج ديال النساء بجوجهم عندهم رضيعان، كل واحدة عندها رضيع ديالها، حطوا دوك الرضيعين جنب هذيك الشجرة الظل ديالها، ومشاو تيسرحوا الغنم ديالهم، لأن الراعي ما غاديش يمشي يتكى في الظل ويخلي الغنم تاكل ولا ما تاكلش، كيتعهد الغنم ديالو شكون اللي كلات شكون اللي ما كلاتش، واش ديك البلاصة فعلا اللي كيرعاو فيها كاين العشب ولا ما كاينش. فعاد الذئب على ولد إحداهما، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم جا الذئب وهو ياكل ولد وحدة منهم، بمعنى قتل هذاك الغلام كلاه وبقى واحد منهم حي، شكون فيهم اللي كلا لها ولدها؟ واش الكبيرة ولا الصغيرة؟ خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل ابن الصغرى، كلا الولد ديال الصغيرة، عفوا كلا الولد ديال الكبيرة، فأكل ابن الكبرى وبقي ابن الصغرى حيا. وكل وحدة كتقول هذا ولدي، الصغيرة كتقول ولدي، والكبيرة كتقول ولدي، هذاك اللي مات هو ولدك، الأخرى كتقول لها هذاك اللي مات هو ولدك. كانوا في سن وحدة، طبعا راه كل وحدة عارفة ولدها، ولكن من اللي مشى الولد كل وحدة تمسكات بهذاك اللي بقى. أشنو الحل؟ غيمشيو عند داود عليه السلام، قالوا غنمشيو عند داود غادي يحكم بيناتنا. فلما تحاكمتا إلى داود عليه السلام حكم به للكبرى. داود عليه السلام اجتهد، والمجتهد يقدر يصيب يقدر يخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجتهد إذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. داود عليه السلام اجتهد فأخطأ، ربما قال في الاجتهاد ديالو هذه المرأة كبيرة وحال واش باقي تولد، هذه سبقة صغيرة ممكن تولد، الله أعلم. على أي حال حكم به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود. من اللي خرجوا من الباب ديال سيدنا داود لقوا سليمان، سليمان عليه السلام ولد داود وكلاهما نبي، فقصتا عليه قالوا ليه ها باش تحكمنا عند باك داود عليه السلام، وها باش حكم بيناتنا. قال لهم بلاتي بلاتي بلاتي، كاين واحد كما كنسميوه حنا في لغة العصر ديالنا حنا الاستئناف، كاين الحكم الابتدائي وكاين الاستئنافي. الحكم ديال داود ابتدائي، الحكم ديال سليمان استئناف، غيحكم عليكم حكم اخر. اشنا هو؟ قال لهم ائتوني بالسكين، جيبوا لي الموس، اشقه بينكما نصفين، مادام نتوما متمسكين به بهذه الدرجه، وكل وحده ما بغاش تسمح في حقها، وكل وحده ما بغاش تطلق هذا الولد، هذا الحل هو نقسموه على جوج، دي انت النص والاخرى تدي النص، هذا هو الحل في مثل هذه النازله اللي ما بغى يتنازل حتى واحد. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، هو ولدها. الصغيره تحركت فيها العاطفه لانه ولدها وغيتقسم وغادي يموت، قالت ليه لا 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 عافاك، ما تقسموش ما تقتلوش، اعطيه ليها راه ولدها. فعلم انه ابنها، أي أنه ابن الصغرى، لأن الأخرى قالت لي نقسموه على جوج، لأن مات لها ولدها، قالت حتى إلا مات هذا يموتوا بجوج، ولكن الأخرى تحركت فيها العاطفة ديال ولدها، قالت لي لا ما يتذبحش ما يتقتلش، اللهم يكون عندها، نبدا نشوفه مرة مرة، ولا ما يبقاش حي نهائيا.
فحكم به سليمان عليه السلام للصغرى. يعني بعد ما دار هذه الحيلة، هذه حيلة، والقضاة يعني تاريخ القضاة يعني فيه أمور كثيرة وفيه قصص كثيرة وفيه حيل، من ضمنها اللي كيحكيو عندنا في المغاربة أن واحد الراجل بغى يمشي للحج، بغى يمشي للحج وما لقاش شي واحد اللي غيخلي عنده شي فلوس دين، واحد الدين صحيح، فلوس صحيحة كما كنقولوا التحويشه ديال العمر. قال فلان صاحبي هو اللي غادي يحضر لي هذا الشيء هذا. قال له الله يرحم لك الوالدين، هذه السره راه فيها كذا وكذا ديال الفلوس، الى جاب الله رجعت رجع لي فلوسي نكمل بهم الحياه والتجاره وكذا، ولا قدر الله عليا الوفاه اعطيها للولاد لولادي ورثه ديالي. وزمان الناس كيمشيو للحج راه تيبقاو سنين، 6 شهور، عام، عامين، ماشي بحال هذا الوقت اللي كيمشي الانسان 6 سوايع هو في مكه، 6 سوايع هو في المغرب، كيمشي الانسان شهور ويرجع في شهور. لكن هذا الرجل تاخر، المده العاديه اللي كيرجعوا فيها الناس، رجعوا الحجاج، واش تلف، واش وقع عليه شي واقع، واش مشى لشي بلاد اخرى، واش على اي حال، تاخر وتسنى العام عامين كذا. واحد النهار شنو قال له الشيطان؟ قال له دابا هذا السيد مات، ولادو ما عارفينش هذا السر، خذ هذه الفلوس وتبرع بهم انت واستعملهم وجاب لك الله هذا الرزيق هذا. فعلا خذا هذاك الفلوس واستعملهم وبدا كيتبرع بهم، لكن ما طالتش المده جا مول الفلوس، رجع من الحج، رجع او رجع من ديك البلاد اللي كان تالف فيها، المهم رجع، جا عنده قال له فلان رزقي. قال له اش من الفلوس؟ اش من الفلوس؟ قال له دوك الفلوس اللي عطيتك النعت ديالهم وقلت لك راه كاينين حدا الشجره فلانيه وراه دفنتهم في واحد القله وراه الشكل ديالها كيدير، وعطيتك المعلومات وراه واحد السره تما فيها واحد القدر ديال الفلوس، وانت الوحيد اللي عطيتك هذا السر هذا. قال له ما كاين حتى حاجه من هذه الهضره هذه. وما يمشيو عند القاضي، والقاضي كما قلنا ذكي، ملي وصلوا عند القاضي دار حيله، قال لهذاك اللي مشى للحج قال له غادي تمشي لهذيك الشجره وتحفر، ربما نقول له باقا تما غير هذا السيد هذا، ربما ما خدا والو ولا. قال له سير 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 قلب. قال له انت كتعرف هاد الشجره، كتعرف هاد القله؟ قال له انا ما عارف لا قله لا شجره، ما عندي حتى معلومه على هذا الكلام اللي تيقول هذا السيد. وقال له شوف انت جلس حدايا، جلس حدايا. مشى السيد والاخر جلس حدا القاضي، والقاضي خدام في قضايا اخرين، وتعطل ذاك السيد ما جاش يعني في ساعه. واحد اللحظة هو يدور ذاك القاضي في هذاك السيد اللي متهم بأنه ادى الفلوس، قال له هذاك صاحبك شتو تعطل ياك ما ديك الشجرة بعيدة؟ قال له لا نعم ما بعيداش بزاف، ما بعيداش بزاف، نساه هو باللي نكر في الأول، واللي تيعرف الشجرة فين كاينة، ما بعيداش بزاف. قال له جبد الفلوس، قال لك ما بعيداش بزاف. إذا دار له هذه الحيلة باش عرف. إذا هذه القصة النبوية فيها دروس وعبر كثيرة، منها أن الله عز وجل أكرم داود عليه السلام بمهام كثيرة، وأن الله تعالى أخرج من صلبه سيدنا سليمان وكان أيضا ملكا نبيا، لا أعطاه الله واحد الملك لا ينبغي لأحد من بعده. وكنستفدوا أيضا أن القاضي مجتهد، يقدر يصيب يقدر يخطأ، ولكن ماشي عيب يخطأ الإنسان، ولكن العيب هو يتمادى في الخطأ. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.